سوا على الهوا سوا على الهوا سوا على الهوا ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا. من يوم اللي اتكون يا وطني الموج. Today's program is brought to you by Life for Relief, Rama Relief, and Ziawan Ziaflam. بدأناه معكم وعهدناكم على أن نستمر بمزيد من المتعة والعروض الحصرية على قناتي زي ألوان وزي أفلام. زي ألوان هي أول وأكبر قناة مسلسلات عربية هندية في أمريكا. أضخم الإنتاجات، مسلسلات حصرية، ومع زي أفلام فأنتم على موعد مع مغامرة جديدة كل يوم لاكتشاف سحر بوليوود. تابعوا حصريا قناتي زي ألوان وزي أفلام الآن في أمريكا على ديش نتورك وسلينج تي في. أسعد الله صباحكم بكل خير، مرحبا بكم على أثير راديو صوت العرب من أمريكا، وموضوع هام جدا يتعلق في الهجرة. هل ما زال طريق الحلم الأمريكي مفتوحا؟ عادة مرتبطة اسم أمريكا دون غيرها من الدول بكلمة الحلم الأمريكي، والذي يستهوي خيالات المهاجرين من بلادهم إلى أرض يرون أنها موطن فرص لا تتاح لهم في بلادهم أو في غيرها من البلاد. لم يكن هذا الاقتناع بعيدا عن الواقع، فطالما أثبتت تجارب الكثيرين من المهاجرين أن أمريكا هي فعلا أرض الفرص، هل ما زال الحلم الأمريكي مجسدا كواقع؟ شأنه شأن الرموز المميزة للولايات المتحدة، سواء كانت هذه الرموز معنوية كاحترام حقوق الفرد وحرياته أو تعبيرية مثل الإنتاج الإبداعي وغيرها. ثم ما علاقة ذلك كله بوصول الرئيس دونالد ترامب إلى رئاسة أمريكا؟ إذن نتكلم اليوم عن الحلم الأمريكي، هل ما زال مفتوحا؟ ضيوف الحلقة معنا هذا الصباح الدكتور عاطف عبد الجواد الصحفي والمحلل السياسي، الأستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان، ينضم إلينا لاحقا الأستاذ محمد الشرنوبي محامي مختص بقضايا الهجرة والتجنس. نبدأ من واشنطن مع الدكتور عاطف عبد الجواد الذي انضم إلينا مباشرة. صباح الخير دكتور. صباح الخير أستاذة ليلى، أهلا وسهلا. دكتور، هناك من يرى أن الشعار الذي رفعه الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية أن نجعل أمريكا عظيمة مجددا فيه إشارة إلى تفضيل الأوروبيين الغربيين من جديد. دعني أعود معك قليلا إلى المؤرخين وما يقولون لكي نفهم التجربة الأمريكية، رغم أن العديد من الأمريكيين لا يحبون أن يعترفوا بذلك. تأسس هذا البلد جزئيا على الأقل على مبدأ تفوق العرق الأبيض، ترحيل السكان الأصليين، التمييز ضدهم على أساس هويتهم وتوطينهم على أرض قبلية، بالعودة أيضا إلى تاريخ المهاجرين إلى أمريكا. في البدايات قامت سياسة الهجرة في أمريكا على تفضيل الأوروبيين الغربيين تحديدا والحد من أعداد المهاجرين إليها من خارج القارة، كان هذا حتى بداية عام 1962. إلى أي حد ترى ما يصله البعض بما يجري الآن في الهجرة صحيحا دكتور؟ صحيح إلى حد كبير، التاريخ يقول هذا، والسبب السبب موضوعي منذ البداية، سبب منطقي، السبب مفهوم، وهو أن موجات المهاجرين الأولى إلى الولايات المتحدة جاءت من أوروبا. الثورة الأمريكية ضد الإمبراطورية البريطانية قام بها وقادها أوروبيون. جورج واشنطن نفسه زعيم الثورة الأمريكية أو رئيس الولايات المتحدة جاء من انجلترا، او جذوره تعود الى انجلترا، البلد نفسه الذي ثار ضده وسعى الى تحقيق الاستقلال عنه، عن الملك جورج. اذا من ناحية تاريخية هذا صحيح، ولكن من ناحية اخرى نجد ايضا انه على مر التاريخ بعد ذلك كانت هناك محاولات وجهود من جانب الولايات المتحدة، من جانب الحكومات الامريكية المتعاقبة، على تعديل نسب المهاجرين من أماكن أخرى وفقا للظروف. يعني على سبيل المثال في سنة 1924 قيدت الحكومة الأمريكية نسب المهاجرين الآتين من دول إسلامية. إذن القيود التي يحاول الرئيس ترامب اليوم فرضها على أعداد المسلمين الداخلين إلى الولايات المتحدة أو منعهم منعا تاما باتا ليست المحاولة الأولى، ولكن في عام 1924 ربط القانون هذا الذي أشير إليه بين
أعداد المهاجرين الآتين من دول معينة وبين الجذور القومية لمن هم موجودون بالفعل داخل الولايات المتحدة من هذه الدول. إذن النقطة الأخيرة التي أود أن أشير إليها هنا في هذا الصدد ردا على سؤالك هي أن في العام 2050 يعني ليس بعيدا عن الآن سوف يتحول الأقلية البيضاء البيض في أمريكا إلى أقلية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن إجمالي أعداد المهاجرين أو الأقليات الموجودة في المجتمع الأمريكي إجمالي عدد الأقليات في العام 2050 سيكون أكثر وأعلى من عدد البيض الموجودين داخل الولايات المتحدة. إذن التغيرات الديموغرافية وتطوراتها هي الآن الفيصل فيما يروج له أن نجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، يعني أن تفوق العرق الأبيض في أمريكا لن يكون موجودا في منتصف القرن 21 كما يقول يعني متابعين للشأن في الهجرة، وأيضا دكتور الأرقام تشير إلى ذلك. نعم، وعلينا أن نتذكر أنه ليست هناك سياسة ثابتة واحدة مستمرة على مر التاريخ الأمريكي من مسألة الهجرة. كما أشرت يعني تأتي حكومة في عام مثلا 1953 وأعتقد هذا معناه في عهد الرئيس ربما أيزنهاور أو أواخر عهد الرئيس رومان، فتحت الحكومة الأمريكية أبواب الهجرة بصورة واسعة وألغت قانون 1924. ثم نأتي الآن فنجد الرئيس ترامب يحاول فرض أو يفرض بالفعل قيودا على المهاجرين. إذن ليس هناك اتجاه ثابت واحد يحكم مسار الحكومات الأمريكية المتعاقبة بالنسبة لمسألة الهجرة. إذن أنا أميل إلى نوع من التفاؤل أن هذه الموجة الاتجاه الجديد مرتبط بوجود السيد ترامب في الحكم، نزعاته الشخصية، أفضلياته، ثم أيضا بصراحة بالنظر إلى ما تقوم به أقليات من عرقيات مختلفة، وأنا أشير إلى في هذا الصدد إلينا نحن كمسلمين على سبيل المثال. نحن لقد أصبنا أنفسنا بأضرار كثيرة لأننا صنعنا لأنفسنا سمعة الإرهابيين. دكتور، كيف ستؤثر قرارات إدارة الرئيس ترامب المتعلقة بالهجرة على المجتمع الأمريكي وصورة أمريكا في الخارج؟ يعني رأينا مؤخرا تنديدا واسعا محليا وعالميا على سياسة فصل الأطفال عن أسرهم مؤخرا في قضية الهجرة غير الشرعية، كيف سيؤثر ذلك على المجتمع الأمريكي وأيضا على سمعة أمريكا في الخارج؟ أولا دعيني أقول أنه مسألة فصل الأطفال عن الآباء، كثير من الناس خارج الولايات المتحدة وربما داخل الولايات المتحدة لا يدركون حقيقة مهمة للغاية، وهي أن فصل الأطفال عن آبائهم هذا ينبع من وجود قانون أمريكي. ماذا يقول هذا القانون؟ أولا دعيني أذكر أن الآباء أو الأمهات الذين قبض عليهم بتهمة جنائية وهي عبور الحدود الأمريكية بصورة غير شرعية أو قانونية، هؤلاء مقبوض عليهم، هؤلاء محتجزون، هؤلاء ينتظرون موعد تقديمهم للمحاكمة. القانون الذي أشير إليه هنا يقول الأطفال لا يقبض عليهم، الأطفال لا يحتجزون إلا لعشرين يوما فقط. إذن من هنا تنبع فكرة فصل الأبناء عن الآباء عن الأمهات. ولكن طبعا بدون شك الرئيس ترامب هنا استخدم وجود فرصة وجود هذا القانون الذي يسمح بالفصل بعدم القبض على الأطفال لإرسال رسالة إلى هؤلاء المهاجرين من أمريكا اللاتينية وغيرها. هذه الرسالة مفادها واضح، أن هذا ما سوف تتعرضون له لو حاولتم عبور الحدود بصورة غير مشروعة.
دكتور، يعني الرئيس كان واضحا قال لا نريد أن يتدفق الناس إلى بلادنا، نريدهم أن يأتوا من خلال عملية قانونية، ونريد في النهاية نظاما قائما على الجدارة. في حال لم تكن لدينا حدود لن تكون لنا بلادا، مضيفا علينا أن نوقف على الدوام الأشخاص الذين يدخلون بلادنا بشكل غير شرعي. هل ترى يعني ما يراه الرئيس شرعيا، يعني أننا نريد هجرة شرعية، لا نريد أن يكون هناك مهاجرين غير شرعيين؟ نعم، من ناحية نظرية نعم هو محق في هذا. كل دولة لها سيادة، وكل دولة تحمي حدودها وتحدد من يأتي من يدخل إلى البلاد ومن لا يدخل، يعني ولهذا حتى عندنا نظام التأشيرة يعني. ولكن الأسلوب والطريقة التي يستخدمها الرئيس ترامب هنا مسار شكوك، وهنا مسار اعتراضات حتى داخل المجتمع الأمريكي نفسه. والدليل على هذا هو كمية الاحتجاجات التي رأيناها ونراها ضد هذا الأسلوب الجديد. إذن هناك حاجة إلى تشريعات جديدة، هناك حاجة إلى نسارع الكونغرس بتشريع قوانين تصلح منظومة الهجرة بصورة شاملة، وتكون عبارة عن حلول وسط ترضي كافة الأطراف، ترضي الديمقراطيين والجمهوريين المتشددين والمعتدلين، لأنه بدون إصلاح منظومة الهجرة سوف تظل صلاحية الرئيس تعصف بالمجتمع الأمريكي كما نراه الآن. يعني دكتور، إلى أي مدى سيؤثر ذلك على الانتخابات القادمة؟ يعني هناك من يشير إلى أن الجمهوريون ربما سيمنون بخسارة بسبب هذه الإجراءات المتعلقة بالهجرة وغيرها التي تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترامب. يعني أنا لن أعول على هذا الموضوع بالتحديد أداة تحدد بصورة حاسمة نتائج انتخابات نوفمبر، انتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، ولكن يمكنني أن أقول أن مجموعة من العوامل من بينها مسألة الهجرة هذه سوف تؤثر وسوف تحدد وتحسم نتيجة الانتخابات. يعني علينا أن نتذكر أن مثلا ولاية فلوريدا وفيها أعداد كبيرة من المهاجرين اللاتينيين صوتت في الواقع، هؤلاء عدد كبير من اللاتينيين صوت مع الرئيس ترامب في الانتخابات الماضية رغم ما فعله من تصريحات وأقوال ضد المهاجرين وضد الهجرة وضد المكسيك والذين وصفهم بأنهم مغتصبون ومجرمون وما إلى ذلك. إذن أنا لن أعول كثيرا على هذا العامل بمفرده كأداة تحسم نتائج الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، وإنما أقول أنه ربما كانت قضية الهجرة هذه من بين مجموعة من العوامل الأخرى التي ربما قد تسلب الجمهوريين أغلبيتهم التي يتمتعون بها الآن في مجلسي الكونغرس الأمريكي. أخيرا دكتور، يعني سؤال أعتقد أنك ستجيب عنه بشفافية، موضوع الإعلام ووصف الرئيس ترامب لوسائل الإعلام بالتواطؤ والكذب في إشارة إلى موقع للصحافة الاستقصائية الذي نشر التسجيل المسرب لإسماع العالم صوت الأطفال بعد إبعادهم عن أهلهم. هل ترى يعني هناك فعلا تهويل في وسائل الإعلام الأمريكية، أم أن فعلا الإعلام ينقل الحقيقة والرئيس لا يتقبل هذا النقل؟ الأمران صحيحان، يعني بدون شك الرئيس ترامب سوف يقول لك أنت عدوي إذا لم يرق له ما تقولين، يعني إذا أنت ضده سوف يصفك بأشد الأوصاف وسوف يتجاوز في ذلك كل الحقائق. ولكن من ناحية أخرى هناك نوعان من الإعلام لدينا في الولايات المتحدة وفي كل مكان في الواقع، هناك الإعلام الحزبي وهناك الإعلام المستقل. فالإعلام الحزبي بدون شك هو إعلام يسعى إلى إحباط خطط وتقويض وضع الرئيس ترامب، لأنه الرئيس ترامب وصف الإعلام بأنه العدو وبأنه الإعلام الكاذب وما إلى ذلك. إذن أنا لن أعول كثيرا على مسألة صورة أخذت لأطفال في قفص أو لأصوات أطفال يبكون، الأطفال يبكون طول الوقت، ولدينا صور أخرى من إعلام مستقل على سبيل المثال توضح لنا أن الأطفال يلعبون الكرة في الملعب. ما أريد أن أصل إليه هنا أن أهم نقطة، أهم خطأ فيما يتعلق بعلاقة الرئيس ترامب بالإعلام بشأن في هذا الصدد بالذات بشأن موضوع الأطفال المحتجزين والهجرة،
هي أن السلطات الحكومية الأمريكية رفضت أو منعت الإعلام بما في ذلك الإعلام المستقل من دخول ومعاينة أماكن احتجاز هؤلاء الأطفال. لو كانت السلطات الأمريكية، لو كان رئيس ترامب قد سمح لشبكات التلفزيون الأمريكية والصحف الأمريكية المستقلة المحترمة بدخول ومعاينة هذه الأماكن لما كان لدينا هذا الاتجاه أو هذه الهجمات والانتقادات الشديدة ضد ما يحدث لهؤلاء الأطفال أو المهاجرين. إذن هل ترى أن طريق الحلم الأمريكي ما زال مفتوحا دكتور عاطف في ظل كل ما يجري الآن؟ نعم، ولكن هذا الحلم، أنا مهاجر أنت مهاجرة، هذا الحلم يجب أن يتحقق بصورة مشروعة. في كل دولة في العالم هناك قانون وهناك سيادة وهناك حدود، وأنا لا أستطيع أن أحقق الحلم الذي أحلم به لو حاولت منذ البداية أن أحققه عن طريق كسر وانتهاك قانون المجتمع والبلد الذي أريد أن أعيش فيه. ويجب أن نتذكر أيضا أنه رغم كل مساوئ ما يحدث الآن في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالهجرة، يجب أن نقارن ما يحدث هنا وبين ما يحدث في بقية دول العالم. في بقية دول العالم ليست هناك هجرة، ليست هناك حقوق للمهاجرين. المهاجرون هم مواطنون من الطبقة الثانية حتى بعد أن يحصلوا على الجنسيات في تلك الدول. في واقع الأمر في كثير من هذه الدول لا يحصل المهاجر أبدا فيها على جنسية ذلك البلد. وأضرب بذلك مثالا، أقرب مثال يأتي إلى ذهني اليوم هو بعض الدول العربية. الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عاطف عبد الجواد، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من واشنطن. بعد الفاصل مباشرة نستكمل معكم هذا الحوار الهام، هل ما زال طريق الحلم الأمريكي مفتوحا؟ ينضم إلينا الأستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان، ولاحقا أيضا ينضم إلينا الأستاذ محمد الشرنوبي المحامي المختص بقضايا الهجرة والتجنس، كونوا معنا. منظمة رحمة للإغاثة تعمل بجد وتفان بهدف خدمة الإنسانية، خصوصا في المناطق المنكوبة بسبب الأوضاع في سوريا، وتعمل أيضا في دول الجوار التي تستقبل اللاجئين السوريين وتقدم خدماتها الإنسانية للجميع دون أي تمييز. للتواصل مع المنظمة الهاتف رقم 248-990-4247 أو الموقع الإلكتروني rahmarelief.org. بدأناه معكم وعهدناكم على أن نستمر بمزيد من المتعة والعروض الحصرية على قناتي زي ألوان وزي أفلام. زي ألوان هي أول وأكبر قناة مسلسلات عربية هندية في أمريكا، أضخم الإنتاجات، مسلسلات حصرية، ومع زي أفلام فأنتم على موعد مع مغامرة جديدة كل يوم لاكتشاف سحر بوليوود. تابعوا حصريا قناتي زي ألوان وزي أفلام الآن في أمريكا على ديش نتورك وسلينج تي في. سوا على الهواء، على الهواء، سوا طول، سوا على الهواء، يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير، صباح الخير أمريكا، أمريكا. من يوم اللي اتكون، مرحبا بكم، نتحدث اليوم عن الحلم الأمريكي بالهجرة والهجرة غير الشرعية، وكيف يمكن لنا أن نحل هذه المشكلة، كيف نعالج قضية الهجرة غير الشرعية. ينضم إلينا الآن الأستاذ عماد حمد المدير التنفيذي لمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان. صباح الخير أستاذ عماد. صباح الخير ست ليلى لك ولكل المستمعين الكرام. أعتقد أنك تابعت الحوار مع الدكتور عاطف عبد الجواد ويعني ما أثاره من نقاط هامة جدا، يعني أبدأ معك من صور الأطفال الصادمة وتسجيلات صحفية سرية لأصواتهم، هم ينتحبون بعد فصلهم عن ذويهم، وقع الصدمة، هز العالم، يعني هز الرأي العام عبر العالم. بلغ عدد الأطفال 2300 طفل منذ منتصف مايو أيار، كيف ترى ما جرى أستاذ عماد؟ يعني أولا موضوع المهاجرين الغير مسجلين رسميا وشرعيا في الولايات المتحدة يشكل تحدي تاريخي ليس بجديد أمام كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وهذه الإدارات الأمريكية المتعاقبة والرؤساء المتعاقبين سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين فشلوا فشل ذريع في إيجاد يعني ما يسمى
بالتغييرات الجذرية المطلوبة لقوانين الهجرة المعمول فيها في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني سواء كان بعهد أي رئيس أمريكي سابق وحتى بغض النظر عن طبيعة وقوام مجلس النواب الأمريكي الكونغرس أو السنت. هناك مسألة يعني تاريخية، لا يمكن لرئيس أو يعني في جولة واحدة أن يحل هذه المعضلة بطريقة متوازنة وبطريقة عادلة وبطريقة شفافة تحفظ يعني تطبيق القانون، ولا أحد ضد تطبيق القانون، ولكن بإنسانية وبشفافية تحترم الإنسان كإنسان، وهذه النقطة هي الأساسية. نقطة اثنين، أنا لا أعتقد أن مقارنة الولايات المتحدة الأمريكية بالدول الأخرى هي يعني سبب أو ذريعة لأن نقبل ممارسات غير إنسانية وحتى غير إخلاقية في بعض الحالات وبعض القضايا يعني اللي واجهها عدد كبير من المهاجرين. بغض النظر يعني نحن لا نقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية حقها يعني السيادي أن تحفظ حدودها وأمنها، حقها بقوانينها وبتطبيق قوانينها. هناك القانون شيء والتطبيق شيء آخر. أنا أعتقد أنه الجدل هو في مسار التطبيق، ولذلك يعني أرى أنه ما شاهدناه بالفترة الأخيرة من يعني صور لهؤلاء الأطفال وهؤلاء العائلات يعني أثار جدل في الولايات المتحدة والعالم، مما فرض على الرئيس ترامب أن يراجع نفسه، وإن كان بقرار مبهم بإلغاء موضوع فصل العائلات، ولكن أبقى على من هم داخل السجون وأبقى يعني الباب مفتوح ومشرع لتطبيقات حتى الآن غير واضحة. لذلك أقول إنه إحنا علينا أن نكون حذرين في التعاطي مع هذا الموضوع، وأن لا نقع في يعني مطب إنه باسم المقارنة، مقارنة الولايات المتحدة الأمريكية والحريات اللي نتمتع فيها في الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى، أن تصبح ذريعة لأن نقبل هذه الممارسات، لأنه في النهاية هذه الممارسات تتناقض جوهريا مع القيم الأمريكية اللي قامت عليها الدولة الأمريكية واللي لازمنا نتمسك بها. دعني أشارك معك جذور الأصولية المختلفة لكل الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ عماد، دعني أشارك معك يعني بعض من المشاركات الهامة لرموز مثل السيدة لورا بوش، السيدة الأولى السابقة، قالت إن ما يحدث لا أخلاقي ويمزق قلبي. شبهت صور أطفال المهاجرين الذين ظهروا وهم مجنون في أقفاص حديدية بصور مخيمات الاعتقال الأمريكية لليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، والتي تعتبر اليوم وصمة عار في التاريخ الأمريكي كما أشارت، وفي إشارة إلى 110 آلاف من المدنيين اليابانيين والأمريكيين من أصول يابانية الذين اعتقلوا في عام 1942 بعد هجوم بيرل هاربر في مراكز خاصة. أيضا مسؤول سابق في CIA مايكل هايدن نشر على تويتر صورة بالأبيض والأسود عن مخيم أوشفيتس النازي، وأرفقها بتعليق حكومات أخرى فصلت الأطفال عن أمهاتهم. إذن هل ترى أستاذ عماد أن المجتمع الأمريكي لا يقبل بهذه القرارات المتشددة؟ ما مدى قبول الأمريكيين للقرارات المتشددة بشأن المهاجرين برأيك، وكيف سيتعامل الكونغرس معها في الأيام القادمة؟ يعني أولا كما ذكرت هذه الممارسات، أنا بتقديري أنه عدد كبير من الجمهور الأمريكي لا يتفق معها ويراها منافية ومناقضة للقيم الأمريكية والمبادئ الأمريكية اللي بنيت عليها الدولة الأمريكية، ولكن هذا لا يمنع ولن يقف أمام أصوات عنصرية متطرفة ترى أنه المناخ السياسي القائم في ظل إدارة الرئيس ترامب
مناسب جدا غني جدا لاقتلاع المهاجرين، لإقفال الأبواب أمام المهاجرين. وأنا أعتقد أنه كان القصد من هذه التصرفات أو هذه الإجراءات القاسية جدا 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 والغير إنسانية إلى حد كبير هو إرسال رسالة أنه لن نرحم أحد، لن نرحم أحد، وإن كان التصرف تصرف أو الإجراء يعني عنيف حتى يطال الأطفال الأبرياء. طبعا يعني هذه عندما نتحدث عن موضوع فصل العائلات، يعني موضوع فصل العائلات وتطبيق قوانين الهجرة ليس بجديد في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تاريخيا وجدنا حالات وهناك عائلات يوميا تفصل وترحل إلى آخره، ولكن لم نرى يعني حادث أو حوادث أو صور بهذا الاتساع وبهذا الشكل الجماعي. وهذا أنا بتقديري قوم بيت القصيد يعني في النقاش والجدل. إذن أستاذ عماد، يعني هذه نقطة مهمة جدا أود أن أتوقف معك عندها. أنا تابعت حالات يعني من التسعينيات وما قبل ذلك، هناك فصل لعوائل وأطفال يفصلون عن زويهم ومراكز إيواء للأطفال. إذن لماذا كل هذا الجدل الآن؟ لماذا؟ هل لأن الإدارة الحالية متشددة أكثر من غيرها في تطبيق قوانين الهجرة؟ بالتأكيد أنا أعتقد أنه القرار في النهاية قرار سياسي. يعني عندما يكون هناك طلب من الإدارة للدوائر الأمنية المعنية بتشديد الإجراءات وبتطبيقها لأقصى ما يكون، نتيجة طبيعية أن نكون أمام مشاهد يعني تهز الإنسانية وتهز الضمير و تناقض الأخلاق وتنافي المبادئ الأمريكية. لا أحد يعترض على تطبيق القانون، إنه الولايات المتحدة الأمريكية لها الحق كحق أي دولة في العالم أن تحافظ على قوانينها، أن تصون قوانينها، أن تطبق قوانينها. فيش هناك أبواب مشرعة يعني تلغي موضوع السيادة الذاتية لأي دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن من الخطأ أن نعتقد إنه هذه الأزمة أزمة مستحدثة أو أزمة حديثة أو أزمة جديدة فيما يتعلق بعدد المهاجرين الغير مسجلين الغير شرعيين إلى آخره إلى آخره من التسميات المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يجوز مطلقا يعني أن نقلل من قيمة أهمية التطبيق الأخلاقي الإنساني الشفاف في التعاطي مع هذه القضايا. يعني نحن لا نقول يعني أنه الخيار باسم مثلاً الحالات الصعبة أو الظروف الصعبة للعائلات بغض النظر عن الحيثيات اللي تفرض على كل عائل في الهروب أو محاولة اللجوء إلى هذه الدولة أو تلك، لأنه في كثير من الحالات حالات إنسانية صعبة والقانون الدولي يسمح بذلك. يعني لسه بكل العجر والبجر الذي نتكلم عنه في الولايات المتحدة الأمريكية تبقى الولايات المتحدة الأمريكية أرحم من غيرها في كثير، دون أن نعتبر ذلك تبرير لقبول الممارسات الغير إنسانية بحق الناس. يعني في النهاية نحن نتحدث عن بشر، نتحدث عن ناس، ولا يجوز أن نتخلى عن هذه القيم الإنسانية، لأنه إذا إحنا في الولايات المتحدة الأمريكية سمحنا بالتخلي عنها، إذا سمحنا بالتخلي عن ما يميز الولايات المتحدة الأمريكية في هذه القيم إسوة بالبلدان الأخرى في العالم. أستاذ عماد، فاصل الإعلان ونعود معك لاستكمال هذا الموضوع الهام جدا. هل ما زالت أمريكا حلما للمهاجرين؟ هل ما زال طريق الهجرة القانوني مفتوحا ومشرعا؟ كيف يمكن لنا أن نقلل من الهجرة غير الشرعية وما هو الحل بعد الفاصل؟ العطاء قصة رائعة، بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطائك إلى من يستحقه ويحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأبار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة.
للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير. امنح تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543. عماد، أشرت إلى نقطة هامة جدا، وهي أن يعني في كل قوانين الهجرة الهروب من واقع معين، يعني أشارت السيدة وورن أن معظم هؤلاء النسوة أتينا وهربنا من واقع معين، من ظروف معينة في بلادهن. ألا يعتبر القانون الدولي يحمي يعني من يحاول الهرب الفرار من حياته؟ رأينا تنديد من حكومة المكسيك بتعامل الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا من وزير الهجرة في كندا قال سنراقب ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية عن كثب لنعرف هل ما زالت المعايير الدولية تطبق. كيف ترى هذا وأنت الحقوقي عماد؟ أولا يعني نحن نتحدث عن قانون دولي يشرع يعني هروب أو لجوء أي إنسان، امرأة أو غير ذلك، معنف أو معرض للخطر للجوء لأي دولة قد يستطيع اللجوء إليها. هذا القانون الدولي. الآن ينظر بقضية هذا الشخص أو هذه العائلة حسب ظروفها الخاصة وحسب مجريات القضاء، ولا يجوز أبدا أو مطلقا عندما يكون هناك حالات من هذا النوع أن تعرض للسجن وأن تعامل بقسوة، خاصة إذا كان هناك أطفال. هذا يعيدني إلى النقطة الأساسية اللي كنت أقولها، أنه نعم نحن مع القانون ويجب أن نحترم القانون، ولا مشكلة لأحد بالقانون، رغم أنه هناك قوانين أصبحت قديمة ويعني بحاجة لتعديل وبحاجة لتطوير وبحاجة لتحديث، وهي أحد التحديات الكبيرة التي تسبب يعني مثل هذه التناقضات وهذه الترددات عندما تأتي الدوائر الأمنية المعنية في تطبيق قوانين الهجرة. لذلك أقول أنا أنه يجب يعني القانون شيء والتطبيق شيء آخر. نحن مشكلتنا نفهم أنه القانون يجب أن يتغير، يجب أن يتطور، يجب أن يواكب العصر، يجب أن يواكب التحديات القائمة. يعني قوانين قبل 100 سنة ليست الآن قادرة على أن تتعاطى مع الظروف الحالية للتكوين الاجتماعي الديموغرافي وحتى طبيعة المشاكل وطبيعة يعني الحالات التي تأتي سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لغيرها من الدول. نحن نقول أنه عندما تقوم هذه الجهات المعنية بتطبيق القانون عليها أن تقوم بذلك بشكل شفاف، بشكل يحترم الإنسان كإنسان، وأن لا يتعاطى مع الإنسان نقط بين قوسين يعني وكأنه غير إنسان أو حيوان أو أقرب لحيوان فقط لأنه هو يعني هارب من شيء ما ويلجأ لمكان آمن يسمى الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى. وهذا يعودنا لقضية اللاجئين بشكل عام، يعني في كل العالم، يعني اللاجئين في كل العالم وهؤلاء يعني يصنفوا كذلك، يعني ضاقوا مرارة بلدانهم والألام والأوجاع والحروب وإلى آخره، وعرضوا حياتهم للخطر ليجدوا مكانا آمنا ليلقوا معاملة أسوأ، وبالتالي يعني ينتقد من حقهم كبشر بالحياة الآمنة إذا مش لأنفسهم على الأقل لأطفالهم وأولادهم. طبعا لا يغيب عن بالنا أنه يعني في هناك بعض القضايا اللي قد يتم المغالاة فيها وتكبيرها وتضخيمها لأسباب سياسية، وأيضا هناك من يقوم بتقليل أهميتها وتضييقها وكأن الحدث عادي. لا، الحدث الذي شهدناه بالفترة الأخيرة ليس عاديا، لا زال هناك ما يزيد عن 2000 طفل مفصولين عن عائلاتهم ووضعهم ومصيرهم مجهول، يعني وهذا ما دفع يعني كيف يحدث هذا؟ يعني عماد دعني أتوقف عند هذه النقطة. يعني هناك كما أشرت أن عدد من الأطفال مفصولين عن أهلهم لا يعرف مكانهم إلى الآن، يعني في أي مراكز الثلاثة أرسلوا. كيف يمكن أن يحدث هذا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني أن يفصل طفل عن أهله ولا يعرف مصيره.
كيف يمكن هذا أن يكون مقبولا في أمريكا؟ يعني من الناحية الأخلاقية، من الناحية الأخلاقية غير مقبول، ولكن من الناحية القانونية القانون يسمح بذلك بكل أسف. يعني أولا يعني يعني هذه نقطة لم أفهمها عماد، وأنت لك باع طويل في الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وأيضا من خلال عملك الطويل في منظمة الADC، يعني كيف يمكن أن نأخذ طفل بدون أن نوثق هذا الطفل ابن من ومن والداه؟ يعني كيف يمكن هذا أن يحدث في السيستم الأمريكي، في النظام الأمريكي؟ أنا لم أقصد عدم التوثيق أو ضياع الهوية للأطفال. نعم. أنا كانت نقطتي متعلقة أنه للأسف القوانين الأمريكية الموجودة تعطي الحق لهذه الدوائر لفصل العائلات. يعني أنا عم بحكي بشكل قانوني. نعم. ضيق. نعم. بشكل القانون موجود تاريخيا وليس بقانون جديد. صحيح. يعني ما قام الرئيس ترامب هو رفع وتيرة الحرارة في تطبيقه والتشدد فيه. يعني الملامة ليست على الدوائر الأمنية، يعني ليست على الجهات التي طبقت القانون. هناك قرار سياسي وهذه الدوائر مجبرة أن تطبق القانون. يعني بالنهاية القرار ليس لها والخيار ليس لها، وهون تيجي عملية يعني الجدل والصراع سواء في أروقة الكونغرس أو في أروقة مجلس الشيوخ مع الإدارة الأمريكية في محاولة إيجاد الصيغ والحلول المناسبة. لذلك أقول أنا أنه ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية هو رسالة سياسية بامتياز لمنع المهاجرين من محاولة القدوم أو دخول الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن أنه إحنا نفصل هذا الإجراء عن مثلا موضوع الحظر اللي يعني مرينا بحظر أول وحظر ثاني وحظر ثالث، والله أعلم شو اللي جاي قادم، كله مترابط مع بعضه. والرئيس ترامب يعني صادق بوعده بمحاربة المهاجرين أو الأمريكيين من أصول يعني محددة من دول محددة، ليس فقط مرهونة على الدول العربية والإسلامية وإنما بعض الدول حتى الأجنبية ومنها المكسيك بشكل خاص لأسباب سياسية بحتة لا أكثر ولا أقل. أعيد وأكرر إنه مسألة يعني ملايين من الناس الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية وغير مسجلين وغير موثقين وغير شرعيين، هذه معضلة يعني كبيرة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، وحلها لا يكون بهذه الطريقة أبدا. نحن بحاجة إلى تحديث في قوانين الهجرة، قوانين يعني نظام قوانين الهجرة القائم في الولايات المتحدة هرم كبر شاخ، يجب تجديد شبابه وإعادة النظر فيه وصياغة قوانين قادرة على التعاطي مع هذه التحديات بما يضمن ويكفل مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما المشكلة فرض هكذا قانون؟ يعني رأينا أن هناك خلافا ديمقراطيا جمهوريا، حتى بين الجمهوريين كان هناك انقسام كبير وعدم رضا عن هذه الصور وال يعني مأساة الأطفال التي ظهرت للعالم والتي شوهت إلى حد كبير القيم الأمريكية كما أشرت عماد، يعني رفضها العديد من الجمهوريين. إذن ما هي المشكلة؟ لماذا لا يكون هناك حل وإجماع على تحسين نظام الهجرة؟ الرئيس دونالد ترامب يتهم الديمقراطيين بعرقلة الموضوع، الديمقراطيين يردون باتهامات مماثلة، إذن ما هي المشكلة برأيك؟ أنا أعتقد أنه يعني سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين غير جديين بإحداث هذا التعديل وهذا التطوير في نظام قوانين الهجرة. طالما يعني موضوع نظام قوانين الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية موضوع جدل سياسي، هو مرتبط بموضوع التنافس السياسي واستعماله كأحد الأوراق في موضوع الكسب والخسارة سواء كان في الانتخابات التمهيدية القادمة يعني النصفية القادمة في شهر نوفمبر أو الانتخابات النهائية في محاولة يعني ل سياسة المد والجزر في هذه القضايا. يعني واضح أنه حتى الديمقراطيين لم يتمكنوا من إحداث أي تغييرات
عليها القيمة، يعني تغير وتبدل حتى في برنامج واحد، هو موضوع الدريمرز، يعني موضوع اللي صار عليه انقسام بالكونغرس الأمريكي وتوقفت حتى أعمال الدولة من تحت رأسه. بالنهاية لم يتمكن الديمقراطيين من إعطاء يعني أمل في تمرير هذا القانون اللي يتعلق بآلاف من الشباب الصغار اللي وجدوا وأجوا مع أهاليهم بسن مبكر والآن أصبحوا يعني في الجامعات والكليات وإلى آخره، ولا زال مصيرهم معلق. يعني بشفافية عماد، ألا نعتقد أن الأمر أيضا له علاقة بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، إشارة إلى تفوق العرق الأبيض الأوروبي الغربي؟ دعنا نكون شفافين ونطرح السؤال كما يطرحه العديد من المتابعين للشأن في موضوع الهجرة بالذات. شوفي، أمريكا هي بلد الأقلية، قامت على ذلك وستبقى على ذلك. طبعا هذا لا يلغي أنه أحد النزعات الأساسية اللي ساهمت في انتخاب الرئيس ترامب ولا زالت أحد دعائم قوته هو الميول واستعمال النزعة العنصرية، يعني وإعادة الجنس الأبيض بين قوسين للسلطة وبقائه وخوفه من المستقبل. يعني هناك تغيير ديموغرافي يأتي أو قادم قد يشكل تسونامي يغير في معالم هيكلية المجتمع الأمريكي ككله. أنا أعتقد أن الرئيس ترامب ومن حوله يعوا هذه الحقيقة ويحاولوا بأي طريقة من الطرق محاولة الحد من تأثيراتها وتفاعلاتها مبكرة. نعم، أنا لا أعتقد أن هذا الموضوع يلغي الحلم الأمريكي ولا يلغي قيمة الحلم الأمريكي. أنا أعتقد أنه المستقبل لن يكون قاتما بهذه الصورة الحالية. أنا أعتقد أنه هذه الصورة الحالية حاليا مرتبطة بالرئيس ترامب وسياساته ومواقف المتشددة من المهاجرين بشكل خاص. الآن ممكن أن تعطى جرعة كبيرة ونكون أمام تحولات جذرية فيما لو أعيد انتخاب ترامب لجولة رئاسية ثانية. أنا أعتقد أنه نكون أمام يعني مرحلة تاريخية حاسمة في بعض المجالات إن حدث ذلك مستقبلا. أستاذ عماد، بعد الفاصل مباشرة أعود معك إلى الانتخابات القادمة في نوفمبر والأغلبية للديمقراطيين أو الجمهوريين ومدى مشاركتنا في الانتخابات، كيف يمكن أن يغير واقع المشهد الحالي في أمريكا ومن ضمن الهجرة، وهو أمر يهم الكثير من العوائل. ليس أحد منا من له أقارب ربما أو مقدم على طلب للهجرة، يعني هذا موضوع حيوي كبير بالنسبة إلى الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية ولمتابعين بالشأن الهجرة. بعد الفاصل مباشرة نستكمل مع الأستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان هذا الموضوع، هل ما زال طريق الحلم الأمريكي مفتوحا؟ بعد الفاصل. منظمة رحمة للإغاثة تعمل بجد وتفان بهدف خدمة الإنسانية، خصوصا في المناطق المنكوبة بسبب الأوضاع في سوريا، وتعمل أيضا في دول الجوار التي تستقبل اللاجئين السوريين وتقدم خدماتها الإنسانية للجميع دون أي تمييز. للتواصل مع المنظمة الهاتف رقم 248-990-4247 أو الموقع الإلكتروني rahmarelief.org. بدأناه معكم وعهدناكم على أن نستمر بمزيد من المتعة والعروض الحصرية على قناتي زي ألوان وزي أفلام. زي ألوان هي أول وأكبر قناة مسلسلات عربية هندية في أمريكا، أضخم الإنتاجات، مسلسلات حصرية. ومع زي أفلام فأنتم على موعد مع مغامرة جديدة كل يوم لاكتشاف سحر بوليوود. تابعوا حصريا قناتي زي ألوان وزي أفلام الآن في أمريكا على ديش نتورك وسلينج تي في. سوا على الهواء، سوا على الهواء. ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير. صباح الخير أمريكا. أمريكا. من يوم اللي تكون قبل الفاصل سألت الأستاذ عماد حمد يعني عن تأثير الانتخابات القادمة في نوفمبر وربما على تغيير المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف ترى مشاركتنا؟ هل هي مهمة
عماد كما يعني تذكر دائما بالخروج والتصويت؟ يعني أولا يعني موضوع الخروج والمشاركة الانتخابية الفاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكأقليات بشكل خاص وكعرب ومسلمين بشكل أخص تبقى يعني موضوع التحدي كبير للأسف. يعني هي ثقافة حتى الآن يعني لم نصل لمستوى أن نعطي هذا الموضوع حقه من الاهتمام وحقه من الوعي وحقه من التطبيق والممارسة. يعني الآن نحن أمام محطة انتخابات هامة في الانتخابات التمهيدية في 7 أغسطس مثلا 9 تموز القادم جولاي 9 آخر يوم للتسجيل للانتخابات، يعني اللي مش مسجل للانتخابات اللي هو صاحب جنسية أمريكية ولم يسجل للانتخابات عليه أن يسجل قبل جولاي 9 قبل 9 تموز القادم. المشاركة بالانتخابات التمهيدية مهمة وفي قدر أهمية الانتخابات العامة في نوفمبر. لذلك أتوجه للجالية الكريمة أنه الإمام سجل للانتخابات أنه كرمال المبادئ والأخلاق والواجب أنه يسجل للانتخابات وأن يشارك في انتخابات 7 أغسطس التمهيدية. انتخابات نوفمبر النصفية أنا أعتقد أنه في غاية الأهمية، يعني كلنا نشتكي من بعض السياسات ومن بعض الإجراءات وبعض القوانين التي تقوم فيها الرئاسة الأمريكية عبر الرئيس ترامب أو بعض الوزارات أو بعض الدوائر. إذا أردنا أن نحدث أي تغيير وأن نواجه هذا التغيير برد عملي سيكون بالتأكيد بالتصويت والمشاركة الفاعلة في انتخابات شهر نوفمبر القادم. يعني انتخابات نوفمبر انتخابات فصلية قد تعطي الديمقراطيين يعني إمكانية أن يكونوا أغلبية في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ بما قد يعطي توازن للسياسة الأمريكية أو سياسة الرئيس ترامب إلى حد ما. أشكرك أستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان على مشاركتك معنا هذا الصباح في موضوع هام، هل ما زال طريق الحلم الأمريكي مفتوحا؟ شكرا لك عماد جزيل الشكر على هذه المشاركة. وأنتقل مباشرة إلى الأستاذ محمد الشرنوبي المحامي المختص بقضايا الهجرة والتجنس بعد فاصل قصير للإعلان. شكرا لك أستاذ عماد. تسلم. العطاء قصة رائعة، بدايتها إنسان يهتم ونهايتها إنسان يحتاج. مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية ومنذ أكثر من 25 عاما تحمل عطاءك إلى من يستحقه ويحتاجه بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. فأينما تكون الحاجة تجد الحياة تقدم المساعدة الطبية والملاجئ وبناء المدارس والأبار الارتوازية وبرامج كفالة عوائل اللاجئين والأيتام وغيرها حسب الحاجة. للمساعدة في استمرار هذا الجهد الكبير امنح تبرعك المعفى من الضرائب اليوم إلى منظمة الحياة للإغاثة والتنمية عبر الموقع www.lifeusa.org أو الاتصال على الرقم المجاني 1-800-827-3543. سوا على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير أمريكا. من يوم اللي مرحبا بك أستاذ محمد معنا هذا الصباح وشكرا لك جزيل الشكر. يعني لديك قضية هامة جدا في دائرة الهجرة وخصصت وقتا لنا في نهاية البرنامج، شكرا لك. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بمستمعيني. أستاذ محمد يعني لدينا أقل من 10 دقائق، لدي 3 أسئلة هامة جدا أبدأ به. هل تعتقد أن هذه القرارات للرئيس دونالد ترامب لمحاربة الهجرة غير الشرعية يعني هل ممكن أن توقف هذه الهجرة في الواقع أم تفاقم الأزمة؟ هي عمرها ما هتوقف الهجرة، ولكن شايف أنها يعني مع اختلاف الرأي مع ناس كتير جدا شايف ان بالذات اللي بيحصل على الحدود الجنوبية لأمريكا هي قرارات تعتبر قرارات صحيحة
ولكن تطبيقها هو اللي كان بصورة غير صحيحة. نعم، يعني أنت شايف أن الرئيس دونالد ترامب محق في حماية الحدود، لكن آلية التطبيق، طب كيف يمكن لنا أن نصلح هذا الموضوع أستاذ محمد؟ وأنت المحامي لك باع طويل في قضايا الهجرة، يعني هو القانون حاطط مجرى سليم، ولكن هو الرئيس بيخالف هذا المجرى. المجرى السليم إن هو يتسأل الناس زي هل عندكم credible fear، هل فعلا في خوف ان انتوا ترجعوا الى الدول اللي انتوا جايين منها وبعد كده خايفين ترجعوا ممكن تقعدوا، ولا انتوا بس مجرد جايين تشتغلوا وتقعدوا في امريكا بطريقة غير قانونية؟ إذن يعني التعامل مع كل قضية بذاتها بعينها، ليس هذا أخذ العوائل وحبسها وفصل الأطفال هو الطريق لحل القضية، صحيح؟ بالضبط، وحبس الأطفال، ومش هنرجع لكم الأطفال إلا لو أنتوا قررتوا أن أنتوا ترجعوا على بلدكم تاني وتتنازلوا عن حقوقكم في الحصول على أي حقوق في أمريكا. إذن كيف يتعامل المهاجرون أستاذ محمد مع هذه القرارات من الناحية القانونية؟ أي مهاجرون؟ هم دول مش مهاجرون لسه، هم دول لسه بيحاولوا يبقوا مهاجرون إلى أمريكا. قصدك على اللي هم في على الحدود القانونية؟ نعم نعم نعم، يعني هل لهم أي حقوق برأيك، من وجهة نظرك كمحامي هجرة، هل لهم أي حقوق؟ لو شخص فعلا خايف يرجع بلده، حيوافق انه ينفصل عن اهله، حيوافق انه ينفصل عياله لو هو خايف على ارواحهم وخايف على نفسه انه يرجع منها. ولكن الاشخاص اللي هم فعلا جايين لمجرد انهم يشتغلوا ما عندهمش اي مشاكل في وطنهم، دول اللي هم ممكن ان هم يضطروا ان هم يمضوا ويرجعوا ويحاولوا يجوا ثاني مره ثانيه في وقت يعني في المستقبل القريب. اذا الفيصل ان ندع هؤلاء ان يروا قاضي للهجره او ان يوكلوا محامي، صحيح؟ حضرتك لا، هم ليهم الحق الاول في حاجه اسمها credible fear exam، وده اللي بيقوم بيه احد موظفي اداره الهجره المتخصصين في هذه القضايا، وهو بعد كده يا بيوافق ويحولهم لقاضي الهجره، يا بيرفض ويبقى فيه مراجعه من قاضي الهجره على الرفض بتاعه، وده بياخد يوم او يومين وبيكونوا مطرودين بحكم نهائي من امريكا. إذا لو سألتك بشفافية أستاذ محمد، هل ما زال طريق الحلم الأمريكي مفتوحا؟ يعني في ظل تجديد الرئيس دونالد ترامب لقوانين الهجرة كما نشهد الآن، برأيك هل هناك مجال للهجرة القانونية من بعض البلدان؟ هل ما زال الحلم الأمريكي يعني مشرعا ومفتوحا؟ الحلم الأمريكي موجود مشرعا ومفتوحا بالطرق القانونية، الامبلويمنت بيزد فيزاز EB1, EB2, EB3, EB4, EB5 كلهم مفتوحين، الاستثمار كل الطرق L1 في طرق كتيرة جدا، ولكن احنا ككوميونتي بنلجأ لطريق واحد وهو اللجوء، ومنغمض عينينا عن طرق كتيرة جدا، وهو ده اللي مخلينا في الموقف اللي احنا فيه. هل يمكن لأنه أسهل باعتبار أنه اللجوء هو أسهل الطرق ربما للوصول إلى الحالة القانونية؟ بالضبط يا فندم، احنا بنستسهل مع يعني في نوع من انواع المساعدات الغير قانونيه اللي ما فيش تعليم ووعي في الجاليه، وبالتالي اسهل حاجه فايل لجوء املى الاستماره وابعتها. وعلى فكره في طريق تاني دلوقتي اتبعته الاداره الجديده، وهو ان يتم مقابله اللجوء في خلال شهر ونص عشان يوقفوا الزحف اللي داخل على معاملات اللجوء. معامله اللجوء كانت تقعد 3-4 سنين، الشخص بياخد تصريح عمل يشتغل يعيش في امريكا لغايه ما يجي عليه الدور. النهارده المقابلات في خلال شهر ونص، ما بيلحقش حتى الشخص ان هو ياخد تصريح عمل. اذا لو سالتك باقل من دقيقتين استاذ محمد، يعني كيف ترى ممكن معالجه قضيه الهجره غير الشرعيه وهي محور اللقاء هذا الصباح؟ اول حاجه انا بنضم للاستاذ عماد حمد في مناشدته للجاليه بالانتخابات. احنا مش هيبقى لنا وجود في البلد دي الا بالانتخابات، فطبعا بنضم له وبشجع الجالية ان هم ينزلوا يسجلوا قبل شهر 7 تاريخ جولاي 7 ان شاء الله. الحاجة التانية بقول الجأ لمحامي هجرة، الجأ لطرق اخرى غير طرق التحايل على القانون او طرق اللجوء، الجأ لمحامي، شوف ايه الامكانيات ان انت تحصل على هجرة بامريكا. الحلم ما زال موجودا، الحلم ممكن يتحقق، ولكن
بطرق شرعية وطرق جديدة يجب أن نحصل عليها. إذن الحلم الأمريكي ليس مرتبطا فقط باللجوء، هناك أمور أخرى كما أشرت أستاذي مفتوحة، فيز أخرى مفتوحة. هل يرتبط هذا الموضوع بما أشار إليه الرئيس دونالد ترامب أننا القادرين، يعني الذين يملكون معايير معينة هم لهم الأولوية الآن في أمريكا؟ بالضبط فندم، المتعلمين ذوي الشهادات والخبرات هم اللي ليهم، أو ذوي اللي عندهم إمكانيات مادية هم اللي ليهم مستقبل مفرح ومشرق في أمريكا. أستاذ محمد الشرنوبي المحامي المختص بقضايا الهجرة والتجنس، أشكرك جزيل الشكر هذا الصباح على مشاركتك معنا. نعود معك إن شاء الله إلى طرق أبواب الهجرة والحلم الأمريكي وكيف يمكن لغير ربما المقتدرين الذين يعانون من مشاكل والهاربين من مشاكل أن يحققوا أيضا الحلم الأمريكي في البلد الذي يستهوي خيالات المهاجرين من بلدان العالم أجمع. أشكرك جزيل الشكر وأشكر كل من تابعنا، أشكر الصحفي والمحلل السياسي الدكتور عاطف عبد الجواد، الأستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان، ليلى الحسيني تحييكم، أشكركم، إلى اللقاء.